أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض، أبدأها بالعناوين. الرئيس السيسي يقيم حفل عشاء للملك سلمان اليوم ويشهدان توقيع اتفاقيات. في أول زيارة لعاهل سعودي الأزهر، خادم الحرمين الشريفين يتفقد أعمال ترميم الجامع بصحبة الإمام الأكبر ويضع حجر أساس مدينة الوافدين. رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة تنفيذية عاجلة للمشروعات المتوقفة. الملك سلمان في البرلمان غدا. النيابة تنتظر إفادة الانتربول بشأن موعد تسليم مختطف الطائرة المصرية. تأييد حبس سمير زاهر 6 أشهر في قضية إصدار شيكات بدون رصيد. المرور تهيب بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب سوء الأحوال الجوية. الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز 1-1 ويقترب من دور المجموعات الإفريقي. كانت هذه عناوين وإليكم التفاصيل. يقيم الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم حفل عشاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له. ومن المقرر أن يشهد الرئيس والملك مراسم التوقيع على عدد جديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لعاهل سعودي للجامع الأزهر الشريف، زار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الجامع الأزهر، وكان في استقباله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. ووضع الملك سلمان حجر أساس لمدينة البعوث الإسلامية التي يتم إنشاؤها بمنحة من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والتي خص لها الرئيس عبد الفتاح السيسي 170 فدانا لتكون مدينة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين. ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز باستكمال المرحلة الثانية من مدينة البحوث الإسلامية. طلب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده اليوم السبت مع مسؤولي متابعة المشروعات بتحديد المشاكل والمعوقات ووضع الخطط التنفيذية العاجلة لحلها وإزالتها، وكذا التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بما يسهم في تسهيل سرعة الانتهاء من تنفيذها تمهيدا لدخولها الخدمة وفقا للجداول الزمنية المقترحة، على أن تكون الأولوية لهذه المشروعات التي حققت معدلات تنفيذ مرتفعة. يترقب مجلس النواب زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للبرلمان غدا الأحد وسط استعدادات أمنية مكثفة. وأعلن مجلس النواب في بيان رسمي أن الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي سيلقي كلمته أمام أعضاء المجلس للنواب في جلسة خاصة الساعة 12 ظهرا. أصدر قضائي إن النيابة العامة لم تتلقى حتى الآن أي إفادة رسمية حول موعد تسليم سلطات التحقيق القبرصية المتهم فيها سيف الدين مصطفى محمد خاطب الطائرة المصرية التابعة لخطوط شركة مصر للطيران. وأكد المصدر أن مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة ما زال ينتظر حتى الآن إفادة الانتربول الدولية حول موعد تسليم المتهم بعد إعلان وزارة العدل القبرصية عن قرارها بتسليم المتهم لمصر لاستكمال التحقيقات معه في واقعة خطف الطائرة خلال مارس الماضي. أيدت محكمة بنح مستأنف مصر الجديدة حبس رئيس اتحاد الكرة الأسبق سمير زاهر 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه في القضيتين المتهم فيهما بإصدار شيك بدون رصيد لصالح معرض سيارات، وقضت برفض المعارضة الاستئنافية المقامة منها. أهابت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بمواطنين وسائقي المركبات توخي الحذر وعدم تجاوز السرعة أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور في ظل سوء الأحوال الجوية. وطالبت الإدارة العامة للمرور بعدم تجاوز السرعة على الطرق والمحاور الرئيسية متمنية لمواطنينا السلامة والوصول إلى منازلهم بأمان. وأخيرا، وضع النادي الأهلي إحدى قدميه في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله 1-1 أمام يانج أفريكانز في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم في مباراة الذهاب لدور 16. أحرز هدف الأهلي اللاعب عبرو جمال في الدقيقة 11 من بداية المباراة، وتعادل يانج أفريكانز بنيران صديقة عن طريق أحمد حجازي لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه
في الدقيقة 19 من الشوط الأول. بهذا خبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم إلى نهاية نشرة الإخبارية، قرأها عليكم محمد عوض. انتظرونا في نشرات إخبارية قادمة. إلى اللقاء.